مساكم الله بالخير جميعا في حلقة جديدة من برنامج فكر معانا. مثل ما عودناكم كل يوم في مجمع مع أسئلة، واللي يبي يعرف مكاني يتابع سناب شات تلفزيون قطر. سؤالكم يقول شنو الشيء اللي كل ما خطى خطوة فقد شيء من ذيله؟ فكروا معانا. خيال. هل؟ خيال. خيالك خيال. كل ما خطى خطوة فقد شيء من ذيله. أيوه. صعب. فكر. صعبة بعد. كل ما خطى خطوة فقد شيء من ذيله. أيوه. صاروخ. هل؟ صاروخ. صاروخ؟ إنه شلون؟ إنه لما يطلع؟ لما بيطلع في أجزاء بطل تنزل منه. الصاروخ، أنا أقول لك خطوة، تقول لي صاروخ. ها. كل ما خطأ خطوة فقد شيء من ذيله. الظل. الظل. لا. أبري وخيط. هل؟ أبري وخيط. شلون؟ يعني بيقصر الخيط إذا بتخيط فيه، إذا بتقطب فيه. إبرة خياط. إجابتك صحيحة، ربحتي معانا جوائز. عطني القاري. قول ليش مبروك، ربحتي معانا جوائز، ربحتي معانا قسيمة من منتجع البنانة، وايضا ربحتي معانا قسيمه من تنميه الضيافه عباره عن 7 مطاعم في اللؤلؤه، وربحتي معانا قسيمه من نويو ميديكال سبا، وايضا ربحتي معانا عطور من الجزيره العطور، وربحتي معانا شوكليت من شوبان. فكر معانا. سؤالكم يقول شيء كبير عند الشروق صغير والظهر يرجع يكبر المغرب. فكر معنا. كبير عند الشروق، صغير الظهر، كبير في المساء، العشاء يعني، المساء، العشاء، الفطور، الغداء، ريوق. كبير عند الشروق وصغير الظهر وكبير المساء. هل؟ القمر؟ القمر لا. كبير في الشروق. وصغير الظهر وكبير المساء. مو في الشمس؟ الشمس؟ شلون الشمس يعني؟ يعني أول ما تشرق تكون كثيرة. وفي النهار يعني تبدأ تصغر و... لا. كبير في الشروق. حلو. صغير في الظهر. أيوه. ويكبر في المساء. المغرب أيوه. الشمس؟ الشمس. الظل او الشمس او الظل. ظل ولا الشمس؟ لا الظل. مبروك، اجابتي الصحيحه، ربحتي معانا جوائز قيمه. عطني القاري. ربحتي معانا جائزه من منتجع البنانه، وايضا ربحتي معانا قسيمه من التنميه للضيافه عباره عن 7 مطاعم في اللؤلؤه، وربحتي معانا عطور من الجزيره للعطور، ربحتي معانا جائزة من فنادق سوق واقف، وربحتي معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست، وأيضا ربحتي معانا شوكولت من شوبان. فكر معانا. سؤال يقول شنو الشيء اللي دائما تختلف إجابته؟ أوف تأخر الوقت. 5 4 3 2 1. شو اسمك؟ يسرى. شو اسمك؟ شكرا. لا هذا شنو؟ كل الأسئلة. لا. شو اسمك أنت؟ مرح. شو اسمك الحين؟ مرح. أوكي. شنو السؤال؟ اللي دائما تختلف إجابته. وعندك 10 ثواني. يعني السؤال اللي يبدأ بكلمة يعني ليش؟ لا. السؤال اللي دايما تختلف اجابته. 7 6. السؤال المختلف. 5. السؤال المختلف. 4.
ثلاثة اثنين واحد. شكرا. ها؟ الساعة كم دلوقتي؟ شلون يعني الساعة كم؟ يعني لو سألتني دلوقتي غير كمان دقيقة. الساعة كم الحين؟ الساعة دلوقتي 12 ونص إلى 5. 12؟ 24 دقيقة. 24 دقيقة. الساعة كم الحين؟ 12 24 دقيقة وخمس ثواني. مبروك، ربحت معانا جوائز قيمة. عطوني القاري. جاكم القاري وصل. يدور بعد. ربحتوا معانا جوائز قيمة. ربحتوا معانا قسيمة من مخيم سيرين. وأيضا ربحتوا معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي. وربحتوا معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست. وربحتوا معانا جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات. وأيضا ربحتوا معانا عطور من الجزيرة العطور. وجائزة من باري جاليري. فكر معانا. وصلنا حق فقرة جرب معانا. ومثل ما تعرفون الفقرة عبارة عن واحد اثنين ثلاث أربع، أربع كروت. فمن فيكم حاب يسحب؟ إن شاء الله أنا. صيد معانا. تحدي صيد معانا. الاسم معروف. شلونكم في الصيد؟ تروح تصيد سمك؟ إن شاء الله زين. صيد سمك؟ إن شاء الله. جربت الصيد؟ جربت الصيد. تحب الصيد؟ أكبر سمكة صدتها إيش كبر؟ شعري. عندك أنت. حلو. تحبون الكرز؟ ان شاء الله. طبعا. تاكلون كرز؟ ها؟ طبعا. ما في مشاكل؟ في. ما حد ما عندكم حساسيه من الكرز؟ طيب مستوي؟ ها؟ مستوي طيب يعني؟ طيب مستوي فريش. فخلنا نشوف التحدي. تحدي صيد معانا، طبعا مثل ما تشوفون كرز فريش مغسول جاهز ومعلق. اللي لازم تسوونه انكم توقفون ورا الخط الاخضر وبيكم تاكلون هالكرزه. شلون؟ بدون ما تستخدم يدك. طبعا بتكون شوي بعيده عنك، فاللي لازم تسويه انك تهف عليها بالهواء، تحركها، تارجعها لين ما تقرب عند حلجك وتعضها. بهالطريقه تفوز معانا. فعندكم 30 ثانيه. 30 ثانيه. الوقت حلو مناسب. طيب. كل ما هفيت بقوة كل ما قربت لك. ثلاثة اثنين واحد. بسم الله. أقوى. أيوة حلو. ها قربت. ها. إيه. الله. صدقونا يستاهل. خلاص خلصت كده. قلت لك في البداية صعبة عليك بس ما شاء الله عليك. أول شيء شلون الكرز طعمه شلون؟ طعمه طيب بس هاي الثانية كانت أفضل. أول شيء اللي في النص أقول لكم حبة نوفا. شلون طعمها؟ حلو. تاكل مرة ثانية؟ ممكن. ممكن؟ تاكل مرة ثانية؟ تاكلهم كلهم دلوقتي. تاكلهم كلهم؟ أنتوا الاثنين تعادلتوا. يعني فرق جزء من الثاني. فأنتوا الاثنين بتكونون في النص وبتتحدون. مرة ثانية. واللي يفوز هو الفايز، وإذا تعادلتوا في هالاثنين أنتوا الاثنين فايزين. إن شاء الله. أوكي؟ مثل ما شفتوا تعادل. فأنتوا الاثنين تاكلون كرز. إن شاء الله. بتتسحرون معانا كرز اليوم. إن شاء الله. قلتوا لي طعمه حلو صح؟ حلو. ناكلكم واحدة بعد. فنقول ثلاثة، اثنين، واحد، بسم الله. أقوى. ها ايه ها قربت قربت الله ها طعم نفس الشيء ولا تغير؟ طيب ممكن ياكل اي ممكن نقول لك حظ اوفر. يعطيك العافيه. شكرا. حياك. بس معانا بجوائز قيمه ونقول لك مبروك، ربحت معانا ساعه من جابر للساعات والمجوهرات. مشكور. وايضا ربحت معانا قسيمه من مطعم تشيكيتي. وربحت معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست. وأيضا ربحت معانا قسيمة من فندق موفنبيك. وأيضا ربحت معانا عطور من الجزيرة العطور. وربحت معانا قسيمة من باري جاليري. نقول لك مبروك. جرب معانا. فكر معانا.
لعشاق الرياضة. نادي أوروبي مكون من 10 حروف. فكروا معانا. تتابع أنت الحين أبطال أوروبا غزي البطولة؟ اليورو؟ نادي أوروبي مكون من 10 حروف. 10 حروف؟ أوروبي؟ أيوة. نادي أوروبي. أيوة. برشلونة. 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 8 حروف. 5 4 3 مانشستر يونايتد 2 1 سان جيرمان من الأندية الكبيرة. أيوة. من 10 حروف. أيوة. ريال مدريد. لا. مانشستر يونايتد. لا. ريال مدريد. لا. ريال مدريد. مدريدين. ريال مدريد. مدريدي. بس لا والله. لعيبه برشلونة. لا. باريس سان جيرمان. 8 برشلونة. اتلتيكو مدريد. لا. شكرا يعطيكم العافية ونقول لكم حظ أوفر. وعندك 10 ثواني. صاروا 9 الحين. مانشستر سيتي. مانشستر سيتي لا. 7 6 5 اي سي ميلان. 4 لا. ريال مدريد. لا. برشلونة. لا. 1 نادي أوروبي مكون من 10 حروف. أيوة. كبير عريق ما يتكلم إنجليزي. بايرن ميونخ الألماني. شلون احسبيهم؟ احسبيهم. احسبهم؟ ايوه. انا ما اعرف شلون يكتبون الالمان. بس جربي. اوكي. جربي. باء الف. باء الف. ياء راء. ياء راء. نون. نون بالعربي. اوكي. ميم. ميم. ياء. ياء. نون. نون. يونخ. نون خاء. يونخ. يونخ. اي. آخر شيء خاء. يا خاء. ميونيخ. 10 10 حروف. نقول لك مبروك، ربحتي معانا جوائز قيمة. عطني القاري. أنا الصراحة يعني توقعت الشباب يجاوبون على هالسؤال، بس ما شاء الله عليك. أي نادي تشجعين عالمي؟ برشلونة. برشلونة. نقول لك مبروك، ربحتي معانا تذكرة حق مباراة برشلونة. قصدي ربحتي معانا قسيمة من منتجع فريج الشرق فندق الريتز كارتن، وأيضا ربحتي معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست، وأيضا ربحتي معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي، وربحتي معانا جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات. معانا. وأيضا ربحتي معانا عطور من الجزيرة العطور، وأيضا ربحتي قسيمة من باري جاليري. فكر معانا. دولة أوروبية مكونة من 6 حروف وآخر حرف حرف الكاف. فكر معانا. دولة أوروبية مكونة من 6 أحرف ونهايتها حرف الكاف. فما هذه الدولة؟ نيويورك. نيويورك. نيويورك مدينة. دولة. دولة أوروبية بعد. دنمارك. دنمارك. شكرا ويعطيك العافية، نقول لك حظ أوفر. الله يسلمك. تشيك. تشيك. التشيك. تشيك. تشيك تشيك تشيك. تشيك. التشيك. التشيك. ها؟ وربحتوا معانا هدايا قيمة، إجابتكم صحيحة. أعطوني القاري. إجابتكم صحيحة التشيك، وربحتوا معانا قسيمة من مطعم تشيكيتي، وأيضا ربحتوا معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست، وربحتوا معانا جائزة من فنادق سوق واقف، وربحتوا معانا جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، وأيضا ربحتوا معانا عطور من الجزيرة العطور، وربحتوا معانا قسيمة من نويو ميديكال سبا. فكر معانا. شكرا يعطيكم العافية. تشيك تشيك تشيك. تعرفون شو اسم الفقرة؟ جاهز.
حلو. كروت، من فيكم حاب يسحب؟ اوه وازن، تحدي وازن، الاسم معروف بس التحدي جديد. بشرح لكم التحدي. تحدي وازن، مثل ما تشوفون قدام كل واحدة فيكم مضرب تنس وفوقه كرة، وقدامكم بعد قلاص. أبيكم تاخذون الحبات الملونة وتدخلونها من شبك مضرب التنس وتدخلونها بالقلاص، وانتم تستخدمون الملقى. طبعا الشبك الفتحات الموجودة أقل من سنتين تقريبا. أبي من كل واحدة منكم 3 حبات، حلو؟ باستخدام الملقى لا تنسون. وعندكم 40 ثانية، ف3 2 1 بسم الله. ها شوي شوي. اوه زين، طاحت برا. اوكي طاحت برا، بس بالملقط، بس بالملقط بدون ما تستخدمين يدك. اوكي 1 على اليسار، عدت 25 ثانية، عندكم نص الوقت تقريبا. 3 2 1 خلص الوقت. اوه راح وقتك، راح تصرف. لا للحين تاخذ وقت لما تعدل. اوكي 1 هاي 1، ها 1 يمين. يلا نبي الثانية. اوه المربع صج صغير وما يتعدى السنتي، اقل من سنتين يعني تقريبا، ما يتعدى السنتي ونص، فانت وفنك. ايوه الرمي ما راح يفيدك، ما حد جابها من الرمي. اوكي 1 حلو، 1 يمين زين، بالرمي جبته، هذا هو قلت لك. يلا انزين حاسب، ها شفتك لمسته وكانت بتطيح، فركز. اوكي استمر استمر. اوكي اوه 1 حلو، تنحسب قبل لا تطيح، تنحسب. اوبا ثبتي بسرعة. اوكي دخلتي 1 حلو حلو. اوه ضرب حافة الجلاس، ضرب حافة الجلاس. اوكي حلو، 2 2 الثالث، الحبة الثالثة. طلعت، دشت وطلعت. ها اوه مبروك. قول ايش حظ اوفر. اوه مبروك، الف مبروك، يعطيك العافية. تعالي ربحتي معانا جوائز قيمة، ربحتي معانا قسيمة من منتجع البنانة. شكرا. وايضا ربحتي معانا قسيمة من التنمية الضيافة عبارة عن 7 مطاعم في اللولا. شكرا. وربحتي معانا قسيمة من النادي الرياضي فتنس فيرست. شكرا. وربحتي معانا عطور من الجزيرة العطور. شكرا. وربحتي معانا قسيمة من نويو ميديكال سبا. شكرا. وايضا ربحتي معانا شوكلت من شوبان. جرب معانا. وصلنا حق نهاية حلقة اليوم، ومثل ما شفتوا ناس فكرت معانا وناس جربت معانا، ناس ربحت وناس اقول لها حظا اوفر. اللي يبي يعرف مكاني يتابع سناب شات تلفزيون قطر، واشوفكم على خير.